هذا الشيخ ملء السرير كسيح. تقول زوجاته الثلاث إنها رصاصة غارقة في اللهاف، تضحك الريح العابثة في بيت الصفيح وأبكي. هذا الموت ملء النهار صريح، تقول دموع الثكالى يقتل ضحكة الشمس في نيسان ولا يقتل فرحي. هذا النور ملء المغيب شحيح، يقول نعاس النهار يكاد لا يملأ ثقب الإبرة ويغمرني. سوريين أن تطلب من أمريكا ومن بريطانيا وفرنسا أن تتدخل عسكريا في سوريا. كيف يمكن لإنسان وطني أن يطلب من الغرب، من الاحتلال، من الصهيوني أن يقوم بالتدخل في سوريا، وتريدون لنا أن لا ننظم مهرجانا في ذكرى يوم الأرض نصرة لسوريا؟ لا، فصف الأعداء معروف، صف الأعداء معروف، ولا يمكن، وعلينا أن لا نتجاهل هذا الأمر. كيف يمكن لقطر أن تكون في صف الأصدقاء؟ هذا الموقف تجاه سوريا، خاصة أنه أهلي من سوريا، عم بقول لك أهلي من سوريا. فبذكر جملة للشاعر البطل مظفر نواب بيقول فيها: اعتمدوا القلب، اعتمدوا القلب مهما الرياح الدنيئة سيئة جارفة، وأنا كل ما هنالك اعتمدت القلب لا أكثر ولا أقل. عنوان القصيدة: يا شام، يا شام، يا شام شدي على الجراح، قربت شمس الفجر والعتم قد ما العتم ناح، رح ينقضي مثل السحر في شوك ع درب الكفاح، منو سهل ضرب النصر، مدي مدي للضب جناح، بدك صبر مثل الصخر، بدك صبر مثل الصخر. مخنوق، مخنوق من صوت الرياح، من كل صوب بتنتشر، عنوان في الأخبار لاح، عقلي وضميري ما قدر، فكر الوعي صعب يرتاح، رح جن من كتر القهر. مين الترك صوت انباح يعلى على صوت العصر، تا ينجرح وجه الصباح بخطوط سودا وينعكر. ما عاد فيهن بالصياح يغيروا مجرى النهر، ما عاد فيهن بالصياح يغيروا مجرى النهر. يا شام، يا شام، يا شام صبرك على الجراح، يا شام صبرك على الجراح من الخيانة والغدر، شربن بيدك بالقداح وترنموا باسم الخضر. الله أكبر، وبهجموا. يا شام صبرك على الجراح من الخيانة والغدر، شربن بيدك بالقداح وترنموا باسم الخضر، وتزعموا بالاجتياح رقصوا على دم الحبر، من قبل ما يطل الصباح باعوك وحساب صفر. الحرب والكفاح وشعلة الجراح تنير ضرب الثورة، يا حبيبة أنال وجولاننا، سماؤنا وأرضنا، تحمي غموض ماؤنا، تحمي غموض أبطالنا، وبعدنا يسير مجد كبير، مبشرا بعودتي ورافعا كرامتي مجددا.
المنطقة فهذه القصيدة تخاطب هذه القلعة الوطنية الأبية. عرفنا بيتكو حياكو الله، لأنه أول مهرجان كان ناجح من أنجح الاجتماعات، وهذا الاجتماع أيضا فتحية للأهل في الشعب، وتحية للجنة الشعبية، وتحية لكل محبي سوريا، واللعنة على كل المتآمرين على سوريا. مرة كنا في الجولان وأعطونا صورة بشار الأسد، واحد من عندنا من هال أكثر من واحد من هالليبراليين شوية ما بقولوا لك يا أخي سوريا الشعب أما بشار الأسد لإيش؟ مين بدكن حي؟ مؤتمر الكويت، مؤتمر الملايين الأمثال، أنزل الأم أنزل الناس في الأم العربية، ولك مصر جيوش ياخذوا قرار ضد يهودية الدولة، قيموا معاي وباكلوا وبيفهموا وإلهم شوارب وإلهم كتاكيت، هاي عرب؟ ولذلك حتى لازم إدخال تعديل من المحيط إلى الخليج. بقول من سوريا إلى المقاومة اللبنانية، إلى موقف إيران، إلى روسيا، إلى كوريا، إلى كوبا، إلى كل القوى التقدمية، إلى روسيا التي تقف مع شعبنا. قسم منهم يعني بيرفع شعار يوم الأرض وكأنه اللي صنعه، بينما على سوريا يقف مع إسرائيل الصهيونية، يقف مع الاستعمار، يقف مع الرجعية العربية. لا يمكن للإنسان أن يحيي يوم الأرض الخالق وفي نفس الوقت يقف موقف خياني من أكثر قضية ملتهبة هي الموقف من سوريا. هي الحقيقة، كفانا تلون وكفانا ثعلبة، الحفاظ على وحدة الصف يكون بالمواقف المشرفة. واللي عم بيصنعوا لك اليوم ضد كل الشعوب العربية، الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه بيني لا رمزي ولا إلى آخره. أشكر خبر ولابسينه من كل منتفخ الوريد ها بلني على التلفزيون بكلمة من السيد الأمريكي، حول القرار قال إلى إعلام لأنه مش ملزم، كأنه لو أخذوا قرار راح يلتزموا فيه. ساقطوا الزيتون احنا الاسد، احنا اللي زرعناه. ولذلك في هاي الظروف الحرجه نتكاتف ونتعامل كلنا. انا بعرف انه في لنا خلافات وجهات النظر، ولكن على قضايا جوهريه يجب ان نتوحد ونقول كلمه